ومعي على الهاتف من المملكة السعودية الأستاذ عاطف عوض، أحد المصريين العالقين. أستاذ عاطف مساء الخير، أنت فين؟ في جدة ولا فين؟ مساء الخير، مساء الخير مدام لميس، مساء الخير. حضرتك فين في السعودية دلوقتي؟ إحنا في مكة حاليا، في فندق الشهادة. في مكة. كان طيب المفروض في مكة. طيب دلوقتي كان المفروض الوزير معاد الطيارة بتاعتنا الساعة 5. أيوة اتفضلي. أنا عارفة طبعا الموضوع، إن في ناس كتيرة كانت المفروض تسافر وما عرفتش تسافر، بس الآن منذ دقائق قليلة وزارة الهجرة ووزارة الطيران أعلن إنه في رحلات هتبتدي تطلع من يوم 9 مارس، من النهاردة يعني، مش كده 9 مارس ده النهاردة، من 9 مارس إلى 24 مارس، من جدة ومن المدينة ومن الرياض والدمام والقصيم وأبها، 3 رحلات من جدة، رحلة يوميا من المدينة، ورحلات أخرى، وممكن تحجزوا إما عن طريق موقع الرسمي مسطران أو الخط الساخن 1717 أو مكاتب الشركة. وصلكوا البيان ده يا أستاذ عاطف؟ احنا وصلنا ان في رحلات استثنائيه هتعملها مصر للطيران، ممكن في خلال 48 ساعه ان شاء الله، ممكن بكره نكون على يعني متن رحله منها باذن الله لمصر. انتوا كان المفروض ترجعوا امتى يا استاذ عاطف؟ احنا كان ميعادنا النهارده الساعه 5 العصر على الطيران السعودي. وطبعا البيان اللي اتعمل بوقف الطيران كله اللي طالع من المملكه واللي داخل المملكه كان يعني اتطبق علينا، فاضطرينا نرجع تاني. طيب يعني انتوا كده عندكم مكان تباتوا فيه، عندكم مكان تقيموا فيه لحد بكره، حجزتوا ولا لسه هتحجزوا ولا ايه؟ احنا طبعا عملنا اتصالاتنا مع الكفيل السعودي ان هو يرجعنا تاني. وحضرتك انتوا كنتوا في عمره ولا بتشتغلوا في السعوديه ولا ايه؟ لا عمره، حضرتك كانت عمره، يعني كان المفروض موعد الرجوع يعني النهارده. طيب يعني علينا القرار بتاع الوقت للاسف. يعني انت هتحجز ولا حد هيحجز لك ولا ايه بالظبط؟ لا احنا يعني المشرف بتاع الرحله يعني نظمنا الوفد مننا وطلع السفاره واتقابلنا مع القنصل واتكلمنا معاه على اساس ان احنا كنا عملنا تشيك اوت من الفندق وكنا في الشارع، كنا عارفين نعمل ايه. رحنا طيب عندكم معلومات الفلوس مثلا، الحجز اللي انتوا عاملينه ده هيتعدل ولا انتوا هتحجزوا ازاي؟ لا احنا دلوقتي الوكيل السعودي هو اللي متكفل بالاقامه بتاعتنا في الفندق لغايه ما يتفتح الطيران. يعني احنا دلوقتي على كفاله الوكيل السعودي اللي هو متكفل بالعمر. طيب بشكرك استاذ عاطف، وتيجوا بالسلامه باذن الله. انتوا معاكم كام واحد يا استاذ عاطف؟ انتوا كام؟ احنا 3 يعني افواج، عدد تقريبا 122 واحد. 122 واحد. استاذ عاطف ان شاء الله ترجعوا بالسلامه باذن الله. والحقيقه انه يعني الرحلات واضح ان دي طبعا تحرك سريع من الدوله. الاستاذه هبه السيد ايضا من مكه. يا هبه مساء الخير. اهلا، مساء النور، ازي حضرتك استاذه؟ اهلا بيك يا حبيبتي هبه. انتوا كام واحد دلوقتي موجودين معاكي؟ احنا تقريبا 3 افواج النهارده، 123 فرد، وطبعا اكيد بكره وبعده لان احنا في مغادره مستمره الافواج اللي جت من مصر. فطبعا النهارده تعرضنا لموقف سيء جدا جدا، ان احنا عملنا تشيك اوت من الفندق الساعه 9:30، من 9:30 صباحا ل 9:30 مساء واحنا في الشارع. هو بس طبعا الوضع انه حصل اغلاق للسفر، وبالتالي يعني ده يعني محدش يبقى ده ظرف اضطراري العالم كله بيتعرض له. يعني لو شفتي مطارات العالم كلها فيها مشاكل، فلازم برضو يبقى معلش نتحمل شوية. واعتقد الرحلات خلاص هتبتدي يا هبة، يعني انتوا حجزتوا ولا هتعملوا ايه؟ بس يا استاذه لميس انا بس عندي سؤال، يعني احنا التفاوض كان بينا ان احنا اتصلنا بالوكيل السعودي اللي متعاقده مع شركه السياحه اللي احنا طالعين بيها، فكان كل شويه بيجي لنا بعرض، يعني اتنازلوا عن الفندق اللي انتوا فيه ونجيب لكم فندق تاني، طب اتنازلوا عن الواجبات، طب احنا معانا ناس كبيره، طب ناس عايزه علاج. هو بس احنا متقدرين الظروف جدا جدا جدا، واللي اتطبق واللي المملكه عايزه قرار سيادي اللي يطلع من المملكه على راسنا من فوق. بس الفكره ان التفاوض المفروض ما يكونش معانا، احنا المفروض في قنصل
مصري الكلام يكون معي. احنا اتصلنا بالقنصليه المصريه في جده والقنصليه المصريه في الرياض ان حد يرد علينا. لا بس مش القنصليه بقى اللي ردت، انا بكلمك دلوقتي على اعلى مستوى، ان الوزاره، انه عندك وزارتين قرروا ان هم وتفاهموا مع المملكه السعوديه، وفي طيران جاي لكم مخصوص، يعني بينما كل الطيران واقف انتوا اتبعت لكم طيارات مخصوصه يا هبه. يعني احنا سمعنا ان شركه مصر للطيران، هل ده هيطبق على الطيران السعودي؟ يعني هل ده هيخص المصريين جميعا؟ حد ده هيخص المصريين يعني، كل المصريين العالقين. ايه دخل ده؟ انا الدوله المصريه قررت هتبعت لك مصر للطيران، مش لازم ترجعي على الطيران السعودي. تمام تمام تمام. احنا بالنسبه للمملكه السعوديه كتر خيرهم قوي، ويعني بجد احنا بنشكرهم. الفكره كلها بس ان احنا النهارده الموقف ما كناش حتى فاهمين حقوقنا ايه. يعني على فكره إيه؟ الكورونا إيه؟ ده موقف عالمي، انا مقدره جدا مشاعرك، بس خلينا أكيد. ندرك ان الكورونا دي موقف يعني أكيد. اجراءات عاجلة، إجراءات يعني حالية، ما بتبقيش عارفة الدول هتاخد أي إجراءات، لكن الحقيقة أنه إن فكرة الإسراع بإرسال طائرات ده شيء عظيم. أرجو أن أنتوا تحجزوا يا هبة، وإن شاء الله ترجعوا بالسلامة. بشكرك يا هبة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. إذن الحقيقة أنه في إذن هذه الشركات الرحلات، وزارة الهجرة ووزارة أيضا الطيران تعاونا سوا، والحقيقة أن ده أكيد توجيه من السيد الرئيس باستعادة المصريين العالقين، زي ما مصر رجعت ولادها من ووهان في الصين، وكانت من أوائل الدول اللي أجلت رعاياها من ووهان. الحقيقة أنه مصر أيضا أعادت أبنائها من المملكة السعودية العالقين من العمرات، بقايا العمرات الأخيرة قبل إغلاق العمرة، وده قرار من 9 مارس، يعني من النهاردة. أول ما الدولة سمعت أن هناك عالقين على طول أرسلت طائرات. والحقيقة أنه أنا عايزة أقول فعلا أن ده تحرك سريع، تحرك محترم، تحرك يعني بتشكر عليه الدولة على التحرك السريع. مدركة المشاعر الناس اللي قاعدة وعالقة، لكن احنا في وضع استثنائي في العالم كله، ملهاش علاقة بمصر، احنا في وضع استثنائي في العالم كله، فنقدر نستحمل مع بعض هذه الأوضاع.